أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية بالنمسا أنه 78% من 5770 مهاجر قاصر، يعني أطفال، حاولوا طلب اللجوء في النمسا هم فعلا مختفين والدولة ما بتعرف عنهم أي شيء. لحتى نعرف مصير هؤلاء الأطفال، آلاف من الأطفال اللي بينهم أكيد أطفال سوريين وأطفال من مصر وأفغانستان وبنغلاديش، حيكون معنا مباشرة الأستاذ أحمد مراد، وهو رئيس تحرير مؤسسة النمسا آي جي ميديا. أهلا وسهلا فيك بأورينت بودكاست. أهلا ديما، يا هلا. أهلا، يعطيك العافية أستاذ أحمد. يعني أول سؤال يخطر على بال الجميع، ما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ وينهم هدول الأطفال؟ يعني مثل ما تفضلت ديما بمداخلتك أو بعفوا بمقدمتك، أنه فعلا هن بحكم المختفين وحكم المجهول، يعني في مساءلة برلمانية تقريبا قبل يعني قبل أسابيع من النائبة في عن حزب النيوز، الحزب الليبرالي، هو حزب معارض طبعا ليس مشارك في الحكومة، السيدة شتيفان كريسبر، قامت بتقديم استفسار حكومي يعني صراحة مؤلف من عشرات الأسئلة، مؤلف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أنا الاستجواب موجود أمامي، يعني مؤلف تقريبا من 16 علامة استفهام، وكل علامة استفهام ينبثق منها سؤالين آخرين: أين هؤلاء؟ كيف دخلوا؟ من سجلهم؟ من المسؤول عن تسجيلهم؟ ما هي الآلية التي استخدمت للتسجيل؟ ما هي أعمارهم؟ ما هي جنسياتهم؟ ما هي يعني النقاط التي دخلوا منها؟ ما هي الحدود التي دخلوا منها؟ هل دخلوا لوحدهم؟ هل دخلوا مع أحد؟ هل كان يوجد مرافق؟ يعني سؤال صراحة كتير كبير، في كتير كبير وعليه علامات استفهام كتير كبيرة، ولا يوجد إجابات واضحة بهذا الخصوص. يعني هذا فيني أعطيكي بس هيك إيجاز في البداية. نعم. يعني ما في إجابات واضحة، ما حدا بيعرف وينهم، لكن بعض التكهنات عم تقول يعني بعيدا عن الأفكار السوداوية إنه جزء كبير منهم حيكون التحق بأقاربه بأوروبا. برأيك هذه الفرضية ممكن تكون صحيحة؟ وهل من نفس الكلام من معقول إنه الدولة النمساوية أو الدول الأوروبية الثانية ما بتعرف عنهم شيء؟ نفس الكلام اللي قاله السيد جيرهارد هارنر، هو وزير الداخلية النمساوي الحالي واللي هو جديد استلم مناصبه قبل أشهر من الآن نتيجة يعني تغيير حكومي مفاجئ، نتيجة فضيحة سياسية اللي تعودنا عليها بالنمسا، كل سنة سنتين لازم هذا الشيء يحصل ويصير تغيير حكومي كامل. المهم، فقال السيد الوزير إنه فعلا في أشخاص على ما يبدو إنه تم إلغاء طلبات لجوءهم بعد أن اختفوا. اختفوا كيف اختفوا؟ قال أنه لربما ذهبوا إلى دول أوروبية أخرى، لربما التحقوا بأقربائهم في دول تانية. ومثل ما تفضلت يعني المسائل البرلمانية تجاوزت كل هاي الخطوط وكل هاي الأسئلة، قالت لهم جميل جدا، مو راحوا إلى دول أوروبية تانية، إذا أنتوا أخذتوا على الأقل بصماتهم، أسمائهم، صورهم، طب وين راحوا هذول؟ أوكي، في شيء اسمه مقارنة باتفاقية الشنغن اللي هي نظام تبادل المعلومات الاستخباراتي الرقمي المشترك بين جميع دول الاتحاد الأوروبي الشرقي والغربي. نعم. تماما هذا اللي عم نقوله، تفضل كمل حضرتك. فبالتالي المسائلة واضحة جدا، وأنا رجعت بعملت بحث صراحة جديد يعني قبل ما نحن نعمل هالمداخلة معكم، أنه هل في معلومات جديدة بالموضوع؟ أبدا، لا يوجد أي معلومات جديدة، والكلام عائم ما زال، ويوجد يعني أنه نعم مفقودين 4000، أنا الرقم عندي 4412 شخص غير مصحوبين بأهاليهم، يعني 4119 منهم تحت سن ال 14 سنة، بيقولوا تقدموا، هم قرروا تقدموا بطلب للحماية الدولية في النمسا، وبعدين اختفى منهم، يعني اختفوا بشكل رهيب. بس أنا النقطة اللي بدي أحاول يعني أتمنى لو نقدر نحن نتعاون فيها، يعني قناتكم الكريمة، لو نحن بنقدر إنه نتواصل أو أحد يعني آباء وذوي هؤلاء الأطفال يقدم لنا معلومات أن ابنه أو ابنته أو أي أحد فقد، يعني هذا إحنا نستطيع أن نستند أنه يوجد أشخاص فعليا وصلوا إلى أوروبا وفقدوا هنا دون ذويهم. إحنا أيوة بالضبط، فهون لابد نحن يكون في عمل بهذا الشيء لحتى نحن يصير في شخص عم بيطالب يعني بحق. أما هلأ مثلا نحن كإعلام، كمنظمات حقوقية، حتى كسياسيين، أكيد السياسي مثل السيدة شتيفان كريسبر اللي هي عملت المساهلة القانونية، يعني بتعرف نحن جميعا نعلم يعني أن من منطق المعارضة السياسية نجد أن
يعني من الطبيعي أن تتحدث الأحزاب فيما بينها وترى أين الخلل هنا وهناك، ويحاولوا أن تكون مناكفات سياسية لتحصيل نقاط إيجابية كل واحد لصالحه. أما أن نقول أن الموضوع فعلا يتابع إذا يعني وضحت الفكرة، وعذرا للمقاطعة، منوجه نحن نداء، نحن وأنت من أورينت، إنه أي والد فقد ابنه، خلينا نقول إنه 1345 طفل من سوريا هن من ضمن هدول الأطفال، يعني من ضمن 5770 طفل، أي والد فقد ابنه سواء سوري أو غير سوري من أي دولة، في تواصل مع أورينت عبر معرفاتها الرسمية لحتى نقدر نوصلكم الجهات الرسمية ونعرف مصير الأطفال. لكن بالعودة لكلامك، أكيد بالعودة لكلامك أستاذ أحمد، يعني أنت قلت أنه الحكومة النمساوية ألغت طلبات لجوءهم، يعني أغلقت ملفهم بالكامل وزتت حجرتهم إذا فينا نقول مثل ما بيقولوا بالعامية. ثانيا دون ذويهم، يعني هدول الأطفال القصر لما بيوصلوا على دولة، أليس من مسؤولية الحكومة أنه تحطهم يعني ما بعرف ضمن أماكن مضمونة يكون في عليهم أوصياء قانونيين؟ ألم تقم النمسا بذلك؟ نعم، في عندنا شيء اسمه هنا مكتب رعاية الأطفال والشباب اليوغت أمت، والمشهور يعني والمشهور بموضوع في حال العائلة يعني قصرت بتربية ابنه أنه بيصادروا الولد منه، يعني بيقوموا هن بتربيته. فمن هذا المنطلق من المفترض أن يكون في مسؤولية متبادلة في اتجاهين، يعني من الاتجاه الأول حماية الأطفال داخل أسرهم، ومن الاتجاه الآخر حماية القصر الغير مصحوبين بأسرهم. يعني هنا طبعا يوجد مساءلة كبيرة، والبرلمانية شتيفان ذهبت أبعد من ذلك، يعني حتى أنها قدمت بعض الأرقام التي تتعلق بالمعونات الاجتماعية التي تقدم للقصر يعني الغير مصحوبين بأهلهم، أنه قالت أنه يوجد يعني تفاوت ما بين الدعم الخاص للأطفال النمساويين الأصل، يعني في حال هم مثلا موجودين بمراكز رعاية الأطفال، والأطفال الغير نمساويين، أنه يوجد تفاوت في هذه الأرقام. يعني هي نوهت إلى أنه حتى هاي النقطة يوجد فيها نوع من التمييز. يضاف على ذلك، يعني تخيل إلى أين ذهبت أبعد من ذلك في المساءلة، قالت أنه باعتبار أنه يوجد يعني آلاف الأطفال المفقودين، وفي نفس الوقت يوجد مراكز استقبال مجهزة لهم، طب لماذا هذه المراكز موجودة؟ ومن يدفع لهم؟ ولماذا يدفع لهم؟ إذن يجب إغلاقها وتسريح الموظفين. يعني صراحة موضوع كبير، موضوع تمام. كبير طبعا في نقاط أخرى، يعني في بعض المعلومات الأخرى التي أنا يعني لا أستطيع أنا صراحة تأكيدها أو نفيها، ولكن بحكم عملنا واختصاصنا بالشأن النمساوي يقال أنه يعني يتم صراحة طي قيد هؤلاء الأطفال وإنشاء قيود جديدة لهم وإعطائهم لعائلات ليس لديها أطفال، ليس لديها كذا، والطفل تنتهي هويته الماضية ويبدأ بهوية وشخصية جديدة ويترعرع داخل هذه الأسر. هذا الكلام عبارة عن قراءات واستطلاعات رأي ومعلومات خاصة، يعني أنا أتابعها يعني عن قرب، يعني نعم يعني هاي بس الفكرة وضحها أنه الأطفال جزء كبير منهم حسب ما ورد لحضرتك يعني من معلومات أنه هن موجودين غير مختفين، لكن أخفي اسمهم السابق وهويتهم نستطيع. لا ما منأكده بس لا نستطيع ديما أبدا لا يؤكد، هذا الكلام لا يؤكد. يعني مثلا فرضية أن يوجد بعض الأطفال غادروا النمسا وذهبوا إلى دول أخرى، فرضية مقبولة جدا وقابلة يعني قابلة للتصديق، يعني لأن النمسا هي بشكل أو بآخر أيضا تعتبر إلى حد كبير هي دولة عبور تمام. إلى ألمانيا، إلى هولندا، إلى السويد، إلى 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 يعني فكتير من الأشخاص يعني لا يرغبون بالبقاء في النمسا. يضاف على ذلك أن يعني نسبة اللاجئين السوريين في النمسا يعني صراحة لا تقدر، يعني لا تقارن بنسبة الموجودين بألمانيا، بهولندا، بالسويد. فرضية الإتجار بالبشر اللي عم تتردد، يعني فرضية الإتجار بالبشر، نعم نعم هذا الموضوع قطعا قطعا بشكل أو بآخر هو موجود ولا يستطيع أحد إنكاره، أصلا لا يستطيع أحد لا نفيه ولا تأكيده، لأنه يوجد معلومات غير مؤكدة من الداخلية كما تفضلنا، أين ذهبوا، متى ذهبوا، كيف دخلوا، ما هي أسماءهم، ما هي أحصائياتهم، ما هي جنسياتهم بشكل كامل. طيب إلو متى دخلوا ومتى اختفوا،
طب حلو، جميل جدا. الذين اختفوا هل تمت مقارنة بياناتهم مع دول باقي دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، من مبدأ الحرص ومبدأ الإنسانية ومبدأ الرفق بهؤلاء الأطفال القُصر الغير مصحوبين بذويهم؟ هذه المعلومات يعني، وهذه عفوا هذه الاستفسارات تبقى مطروحة بشكل يعني كبير على 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 وزارة الداخلية النمساوية، وسنعمل قدر الإمكان على متابعتها. وأتمنى كما تفضلت في النداء التي وجهناه فيما سويا أن أكيد. في حال كان يوجد ذوي أو عائلات فعلا فقدوا أبنائهم أن يتواصلوا ويؤكدوا الحالة حتى يصبح بين أيدينا ورق ومستندات حقيقية نواجه في ننطلق وزارة من خلالها. الداخلية. لكن هذه الاستفهامات والتساؤلات التي طرحت في البرلمان واللي حضرتك هلا عم تنقلنا إياها، أنت كصحفي متابع بالنمسا شو بتوصفها؟ يعني بتوصفها هي تقصير حكومي، بتوصفها هو إهمال فوضى، متعمد؟ هي اسمها فوضى، هاي اسمها فوضى، هاي اسمها فوضى، واسمها لا مسؤولية، واسمها عدم اكتراث يعني بشكل أو بآخر. بالمقابل يعني لو جئنا، أنا لا أحب التحدث بهذه الطريقة، لو شاهدنا أزمة اللاجئين الأوكرانيين حاليا والحرب الدائرة يعني ما بين روسيا روسيا يعني من خلال وأوكرانيا، عدوانها صحيح. الغاشم على أوكرانيا، صراحة نشاهد أن الحدود والأذرع والأكتف والمنازل صحيح. والمدارس والدنيا كلها مفتوحة. في المقابل يعني الأسبوع الماضي مع الأسف الشديد يعني أنا قمت بتحرير خبر يعني شاحنة تم رصد تقريبا 52 أو 54 شخص تقريبا بشاحنة معظمهم من سوريا وفلسطين وأفغانستان وهنا وهنا، يعني صراحة عم يهربوا بداخل شاحنة، وكنا لربما سنشهد نفس المأساة، مأساة الشاحنة صحيح. التي شاهدناها في 2015. فإذا لن نذهب في هذا الموضوع. إذا ديما حتما يوجد ازدواجية معايير، يوجد لا مسؤولية، يوجد أيضا صراحة ضعف بمنظمات الحقوق يعني منظمات العمل المدني الحقوق والحقوقية المدني، العمل المدني، أيوة العمل المدني في النمسا. يعني مع الأسف يوجد غياب عربي، غياب عربي يعني تام إذا يعني بدك فينا صراحة تام، بالضبط تام، نعم، غياب عربي تام. يعني لا يوجد سياسيين عرب مع الأسف. المنظمات الحقوقية تتصارع فيما بينها على 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 أمور فارغة، يعني لا أريد الدخول بهذا الموضوع. يضاف إلى ذلك على سبيل المثال لو بدنا نروح يعني إلى الجهات الدينية الإسلامية الغيرها، يعني كمان أنها صراحة غير موجودة. لا غير، أنا لا أدخل فيها ديما، أنه غير موجودة في هذا الشأن، تدافع عن قضايا مختلفة كليا عن قضايا هذه الشعوب. صحيح. يعني كأن السوريون والفلسطينيون والعراقيون يعني جاءوا من كواكب أخرى ويريدون الدخول هذه البلدان، فلا تجد مع الأسف يعني لا يوجد اكتراث بهذا الشيء. وفي نفس الوقت فعلا نوجه يعني أنا أحاول التواصل مع السيدة شتيفان من حزب النيوز لمتابعة هذا الموضوع على أعلى مستوى، باعتبار أنه نحاول أن نجد يعني بعض الشركاء من النمساويين المهتمين والذين فعليا يحترمون ويقدرون حقوق الأطفال، وخاصة هؤلاء المفقودين الهاربون من حروب وأسى مضاعف. أكثر الفئات ضعفا يعني مثل ما دائما توصفهم المنظمات الحقوقية. إذا فوضى، إهمال سواء من الجهات النمساوية وحتى الجهات العربية، ومصير الآلاف لازال غير معروف. خلينا نقول متفائلين شوي بلا ما نقول مختفين، لنعطي لحالنا شوية أمل. نعم. الأستاذ نعم. أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا آي جي ميديا، أكيد حنضل متابعين معك بهذا الموضوع، وأي معلومات جديدة أكيد حنكون فيها معك. شكرا كثير لوقتك ولكل المعلومات. شكرا، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. هذا البرنامج برعاية أورينت الإنسانية.